السلام عليكم، وصبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير. وجدتها أخيرا، وهم أخوي الله يحفظه ومبارك قال لي روحي عند مستشفى الولادة الجديد راح تلقين ضالتك. وفعلا هم رحت الساعة 5 الصبح، زين، وأقعد حتى المكان تو العمالة جايين ينزلون من الباصات حق المستشفيات وأنا معاهم، فأطالع لكاهم الله أكبر، فأقول وجدتها مستانسة، صرت أرخميدس آخر عمري. فقعدت أدور بالمعلومات لأن أنا شفت لونهم فاتح مو اللون الوردي اللي أنا شايفتهم في يوم من الأيام، فعرفت إن لما يكونون يوكلون عيالهم سبحان الله المادة الحمراء اللي تكون اللي هي تسوي اللون الوردي داخل الريش اللي معتمدة أساسا على الربيان والمحار وهالسوالف، سبحان ربي العظيم لما قريت هذه المعلومة يقولون إنه يعطون عيالهم الأكل على طريق شكل مادة مستحلبة، تمام، سائل لزج، زين، يفرزها، هو يقول نتيجة هرمون هو المسبب لإفراز الحليب لدى آناث الثدييات، وهذا المستحلب يحتوي على نسبة من البروتينات وعلى دهون بنسبة أكبر. القدة تقع في المنطقة الهضمية العليا، هي لونها أحمر بلون الدم، يعني ياخذ كل اللون اللي موجود عنده داخل جسمه من فايدة ويعطيها حق الياهل ماله. والله الأم هذه بصراحة بكل الثقافات وبكل الحيوانات وبكل الطيور وكل اللي الله خلقه تذبح عمرها عشان عيالها، عاد إن شاء الله يطلعون زينين ويردون الجميل. فهذه المادة سبحان الله يقولون تحتوي على خلايا دم بيضاء وحمراء، الله أكبر، ويستمرون في إطعام هذا الصغير لين يصير عمره 2 شهر. عشان كذي اللون الباهت هذا اللي احنا نشوفه مو اللون الوردي الوردي اللي احنا ممكن انتو شايفينه طبعا قبلي، تمر علينا الوثائقيات، تمر علينا أفلام صور يكون لونه وايد وردي، فالمرحلة هذه لا يكون عنده صقار، وأساسا وهم قاعدين يتنقلون يون الهجرة مالتهم عشان هذه السالفة مالت التكاثر وإن يربون عيالهم بعدين يردون يطيرون. إحنا مو بس إحنا، أنا للأسف الويكيبيديا مو جايب طاري الكويت ومكاهم موجودين وبالإثبات، يعني إنما قايل إنها موجودة في عمان والعراق والجزائر وتونس وليبيا، ما جاب طاري الكويت. واللي بعد لفت نظري أسماء كثيرة حقه، مثل قلنا إحنا النحام ذيك المرة والبشروس والنحاف والسرخاب، القرنوق مكتوب بين قوسين في العراق، هذه كلها أسماء لهذا الطائر العجيب. سبحانك ربي الخالق العظيم، يعني بس لا تقولوا لي يا مزاج قولي لنا اسم العلمي. الاسم العلمي يتكون من 16 حرف، ما في مجال أقول صراحة، قريتها أكثر من مرة ما قدرت. على العموم لقيتها وجدتها، واللي يبي يروح يلحق عليه قبل لا ندخل شهر 8 وخلاص يروحون، تلقونه عند مستشفى الولادة الجديد اللي هو موجود بالفيديو صورته، تلقونه على اليال. استمتعوا، في أمان الله.